السلام عليكم اخواتي متتبعات هوات سليمه، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير يا ربي، ويلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحه والعافيه يا رب. الاقتراح ديالنا ديال هذا النهار او الوصفه ديالنا غادي يكون كيك يومي عائلي، يعني بحجم عائلي بدقيق الفينو، ماشي السميد الناعم، غادي يكون ان شاء الله بدقيق الفينو. كيجي اكثر من رائع الاخوات، نعتمدوه الفطور او لا الكوتي، كيجي بهذا الحجم هذا عائلي، كيجي ممتاز اخواتي. كيف تعودتوا معايا دائما نجاح الوصفات في الكيك ان شاء الله، حتى هذا الكيك هذا غادي يولي معتمد عندكم، كيجي روعه الاخوات ان شاء الله. غيروا به كيف قلت، دائما كيكون عندنا اختيارات عديده في الكيك، ممكن يكون بالدقيق العادي، ممكن يكون بسميد، ممكن يكون حتى بهذا الفينو هذا بالدقيق الفينو، كيجي اكثر من رائع، كيجي ممتاز البنات هذا الكيك هذا. خليكم معايا اخواتي من الاول حتى الاخير، نشوفوا مع بعضياتنا الطريقه والمراحل ديال التحضير هاد الكيك. بسم الله على بركة الله. المكونات اللي غادي نحتاجو لهاد الكيك هذا اللي هو بدقيق الفينو، عندي هنايا 4 ديال الحبات ديال البيض بدرجة حرارة المطبخ، دائما كنأكد على الأخوات أن البيض نخرجوه من قبل من الثلاجة. عندي هنايا الحجم ديال البيض شوية كبير، 4 ديال الحبات ديال البيض، كاس ديال زيت نباتية، كاس ديال سكر سنيده او سكر حبيبات، وعندي هنايا دقيق الفينو. هنايا كتشوفوا معايا عندي كاس، غنحتاجو جوج كيسان ديال دقيق الفينو، هذا ماشي السميد الناعم، دقيق الفينو. عمرت هنايا كاس، وغادي نضيف كاس اخر، هو هذا فيه انواع كثيره، نحاولوا ناخذوا شي حاجه اللي هي زوينه، كيكون اللون ديالو صفر مزيان، كيعطينا نتيجه زوينه دائما في دقيق الفينو. وعندي هنايا كاس ديال الماء من الروبيني، يعني ماشي سخون وماشي بارد، يعني من الثلاجه، علبه ديال اليوغورت مذاق الفاني، وعندي ثلاثه ديال الخمارات وزن كل واحده 7 غرام اولا 8 غرام اللي توفر، وعندي ساشي ديال الفاني غادي نسمو بها هذا الكيك. ونحتاجو واحد العصره ديال الحامض، تقريبا نص حامضه الا كانت كبيره، او حامضه الا كانت صغيره، دائما كنعاودو كنخفو بها الكيك حطها على جنب. وهنايا عندي الدقيق خاص بالحلويات، نوعيه جيده كيكون مغربل، ما غاديش نذكر الكميه لان غادي تبقى على حساب كمية البيض ونوعية الدقيق والامتصاص ديالو. غادي نشوفوا معايا الكثافة ديال الكيك كيفاش خاصها تكون. نبداو على بركة الله، ضروري من قبيصة ديال الملح اللي كنقادو بها الذوق أولا كنعادلو بها الذوق. نبداو على بركة الله. بسم الله، اول حاجه كنبداو بها كناخذ المول اللي غادي نديرو فيه الكيك، كندهنوه بالزبده وكنرشوه بالدقيق. انا اختاريت هذا المول هذا، خدوا اي نوع ديال المول اللي عندكم ديال الكيك ديروه، كيمشي فيه الكيك ديروه، اللي كياخذ لكم 4 ديال البيضات ديروه. غادي ندهنوا بالزبده ونرشوا بالدقيق، وكيف جرت العاده دائما اول مرحله كنبدا بها وكنديه للمجمد. وهنايا كنجيب الكاس ديال الخلاط الكهربائي ديالي، هو اللي غادي نخدمو فيه هذا الكيك هذا في اول مرحله. بسم الله، كنديروا البيض هو الاولاني، ودائما البنات انكم تاكدوا من البيض واش مزيان. انا هاد البيض عندي مزيان، يعني الحمد لله انا خدمت به وعاودت. دائما ديروا في زلافه، عاد ديروا هنايا البيض باش ما يخسرش لكم، لا تلقاو شي حبه ماشي هي هذيك، من الاحسن البيض هو الاول. غادي نضيف مباشره سكر سنيده او سكر حبيبات، وغادي نخدم هذا الخليط هذا هو الاولاني حتى كيندمج مع بعضه مزيان، وغادي نبدا نضيف في الزيت شويه بشويه. هنا باش ما نديرش لكم صداع، غتشوفوا معايا هذه المرحله، غادي نضيف الزيت شويه بشويه مباشره، غادي نضيف من بعده الماء حتى هو بنفس الطريقه. وقبل باش ما ننساش البنات، غادي نضيفوا هنايا اليوغورت مع السكر. هاد المكونات غادي نخدمهم مع بعضياتهم دابا هما الاولين، وعاد غادي نبداو نضيفو الزيت والماء، غادي تشوفوه معايا باش ما نديرش لكم صداع. بعد ما ندمجوا المكونات كي شفتوا معايا البنات مزيان، غادي نبدا نضيف الزيت شويه بشويه، ومني غنسالي غادي نضيف الماء، غادي تشوفوه معايا كيف قلت.
الخليط ديالي بعد ما ندمج مزيان كيجي على هذا الشكل. شوفوا معايا كيكون مهوي بهذه الطريقه هذه. شوفوا معايا الكميه ما شاء الله. ومن الاحسن ضروري اننا نخدمه بنفس الطريقه اللي قلت لكم البنات، الزيت شويه بشويه وحنا مخلين الخلاط خدام. ومن بعد غادي نضيفوا الكاس ديال الحليب، عفوا الكاس ديال الحليب، الكاس ديال الماء باش كيعطي واحد النتيجه زوينه. وهنايا عندي الكاس الاول ديال الفينو هكا باش ما ننساش. عندنا جوج كيسان الاخوات ديال دقيق الفينو، هو هذا الكاس الاول. نذكر الاخوات اننا صايبنا واحد غريبه حتى هي يا بالفينو، لقات استحسان الاخوات، كتجي ممتازه غزاله ديك الغريبه بدقيق الفينو. كنتمنى الاخوات اللي مازال ما شافوهاش يشوفوها. هذا الكاس الثاني، دائما نهزو يدينا بحال هكا، دائما راه كنهويو البنات سواء الدقيق او السميده. السميده بطبيعه الحال ضروري كنغربلوها حتى هي. وكيف قلت عندي واحد الكميه ديال الدقيق، غادي نشوفوا معايا، نعبر معكم بالكيسان بالكاس عفوا هكا باش تشوفوا شحال خدات معايا. هنايا عندي الكاس الاول، وضروري ما كنديروش الدقيق دفعه واحده، واخا مغربل كنعاود نغربلو المره الثانيه. شوفوا معايا اللون ديالها كيفاش كيكون، كيف كنقولوا لون مذهب او مصفر بهذا اللون ديال الدقيق الفينو. هذا كاس، ندخلوه بهذه الطريقه هذه. حتى كيتحلوا هاد الحبيبات ديال الدقيق عاد كنضيفوا الكميه الثانيه. قبيصه الملح البنات ما تنساوهاش، انا عاد ضفتها هنايا، ما تنساوهاش ضروري ديروها مع الدقيق. وهنايا غادي نضيف نص كاس، ما تزعموش في الدقيق لان عندنا الفينو حتى هو بحالو بحال السميده يعني كيتشرب. وغادي ندخل هاد نص كميه او لا عفوا هاد نص كاس ديال الدقيق في هاد الخليط هذا. جوج كيسان ديال الدقيق اللي ضفت انايا. هنايا غادي نضيف الخمارات، ضروري من اننا كنغربلوهم. كشفتوا معايا الدقيق خدات لي جوج كيسان، ممكن ياخذ معاكم كتر يعني جوج كيسان وجوج معالق او لا قل، على حسب نوعيه الدقيق والامتصاص ديالو، وفي نفس الوقت على حسب حجم البيض. هنايا جوج خمارات، وغادي نضيف الثالثه لان عندي البيض كبير يعني كميه كثيره ديال الكيك، ثلاثه الخمارات. وغادي ندخلوهم بهذه الطريقه يعني الطريقه المعروفه، دائما كنهويو الكيك ديالنا. وعندي عصره ديال حامض، نص حامضه الا كانت كبيره وحامضه صغيره الا كانت صغيره. شوفوا معايا الخليط كيفاش داير مهوي. شوفوا معايا البنات يعني الكثافه ديال العجين، خاصكم نتوما اللي تشوفوها يعني تحسوا بها وتعرفوا باللي راه الكيك صافي اكتفى من الدقيق او لا خاص او لا ناقص. بسم الله. وهنايا العصير ديال الحامض دائما كنخليوه اخر مرحله، كيفتح لينا اللون ديال الكيك وفي نفس الوقت كيهويه من الداخل. وحنا كنخلطوا بهذه الطريقه، هذا هو اللي كينجح معنا الكيك وكيخليه مهوي من الداخل. وغادي نجيب المول ديالي دابا من المجمد وغادي نفرغ فيه هذا الخليط هذا، وغادي ندخلو الفران بارد. البنات دائما الكيك اللي ما فيهش مكسرات ما فيهش تفاح يعني ما متقلش بشي مكونات كندخلوه الفران بارد. بسم الله. وبالطريقه المعروفه ضروري كنهزو يدينا للفوق وحنا كنفرغوا في الخليط ديال الكيك، كيجي كيك عالي. الناس اللي كيبغيو الكيك العالي وخدوا اي مول كديروه. غادي نقاد ليها الوجه ونرجع.
هانتوما البنات ما كنخلي حتى حاجة في الإناء، يعني كنحيد كاع داكشي اللي كاين فيه بهذه الطريقة، وكنقادو ليها الوجه ديالها مزيان. وكيف قلت غادي ندخلوها الفران بارد، نتلاقاو ان شاء الله بعد ما توجد لنا هاد الكيكه ونشوفوها مع بعضياتنا. دائما شوفوا معايا الا كانت شي حاجه عندكم في الجنب، الا تقاس لكم العجين ديال الكيك في الجناب، حاولوا انكم تحيدوه هكا باش ما كيوقفش الكيك ملي كيكون طالع. وهنايا بعد ما فرغت الخليط ديالي كامل كنقاد له الوجه ديالو كيف شفتوا معايا، ما كنخلي حتى شي حاجه في الاناء اللي خدمت فيه. غادي ندخلها الفران بارد من الجهه السفلى حتى كنشوف الجوانب ديالها بداو كيتحمروا، اولا كنشوفوا اللون ديالها بدا كيتحمر من الفوق، عاد كنشعلوا الفوق، ما كنشعلوش الجهه الفوقانيه نهائيا الاخوات في الكيك من البدايه. نتلاقاو ان شاء الله في الشكل النهائي ديالها اولا نشوفوها مع بعضياتنا منين توجد. كي شفتوا معايا البنات هذا هو الكيك بعد ما قلبته، كيجي على هذا الشكل، يعني ملي قلبته في الطبسيل كيجي على هذا الشكل. شوفوا معايا كيك كيجي يومي عائلي، وكيكون العلو ديالو ما نقولش لكم البنات عالي، خصوصا الا درتو مول صغر من هذا. انا دائما كنبغي ندير الكيك في مول شويه كبير، ما كنبغيش الكيك العالي، ولكن راه هذا بحجم عائلي ما شاء الله كيجي كبير البنات وكيكون مسفج. كنتمنى يكونوا كيبانوا لكم هاد الثقب اللي كيكونوا فيه هنايا، كنتمنى يكونوا كيبانوا البنات على الله، يعني كيكون مسفج من الداخل. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري، زينوا كيف ما بغيتوا. انا كي شفتوا معايا واحد المقطع انني درت له شويه ديال الكريمه كانت عندي على جنب، درت شويه ديال الكريمه في زليفه وحطيتها هنايا في الوسط، كيبقى لكم الاختيار كيفاش تزينوا هذا الكيك. اللي ناكد لكم عليه هو ان الكيك كيكون اسفنجي، والبنات اللي كيبغيو داك الكيك اللي كيكون كي كنقولوا شويه فيه مذاق ديال الحروشه غادي يلقاوها في هذا الكيك، ما بين بسبوسه ما بين كيك ما بين شي حاجه زوينه. وضروري كيف تعودنا مع بعضياتنا دائما نقطعوا واحد طريف باش نشوفوه كيفاش داير من الداخل. شوفوا معايا البنات شي حاجه اللي هي زوينه، والحجم ديالو ما شاء الله حجم معقول، وكيف قلت يكون كيك يومي على هذا الشكل. بالنسبة للتزيين كيبقى اختياري، بسم الله. هذا هو الكيك ديالنا، شوفوا معايا كيفاش داير، ولو انه فيه الدقيق كيف كنقولوا الفينو، شوفوا كيفاش داير البنات كيجي روعه الاخوات، فعلا كيستحق التجربه. كنتمنى الاقتراح ديال هذا النهار ديال هذا الكيك ينال استحسانكم، وكيف ديما اخواتي ما تبخلوش عليا بلايك لتشجيع فضلا وليس امرا. اخواتي في الله خليت لكم الراحه، في امان الله، الى فيديو قادم ان شاء الله.